نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول في بلادنا إذا قحط الناس واستمر القحط اتفق أهل كل ناحية على إنشاء مأدبة تسمى المعروف، يجتمع كل النساء ويطبخون ما اجتمع من اللحم والطعام ويطعمون الفقراء وأهل القرآن ويقولون نتوسل إلى الله بالإطعام ليغيثنا، مع أنهم يقيمون صلاة الاستسقاء أيضا، فهل فعلهم مشروع؟ صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، والصدقة أيضا سنة مؤكدة، لكن لا تقيد بصفة معينة. الصدقة مطلقة تعطي الفقراء والمحتاجين، أما أنها تقيد بأن يطبخ طعام ويجتمعون فهذا لا أصل له، هذه الصفة لا أصل لها، بدعة. نعم. أما الصدقة أصلها سنة، ويمكن الفقراء أحب عليهم أن يتصدق عليهم وهم ببيوتهم، ولا يجون ويتعبون علشان يأكلون لقمة يجتمعون عليها. كونك تصدق عليه تعطيه ريال أحسن من كونك تتعبه ويجي يأكل لقمة واحدة. نعم.